ورحمة الله وبركاته. احذروا اللانشو بوكس، خطر على صحة طفلكم. اختيار اللانشو بوكس صحي وآمن، حيث تحرص الأم من بداية العام الدراسي على شراء لانشو بوكس للأطفال، مشيرة إلى أن الصناديق البلاستيكية المصنوعة من PPA هي مادة كيميائية تستخدم في صنع بعض أنواع البلاستيك التي يمكن أن تتسرب إلى الطعام، وتزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وضعف نمو الدماغ لدى الأطفال. وقالت البرامج: يجب النظر أسفل اللانشو بوكس للعثور على رمز تعريف الرقم داخل المثلث الصغير، تجد أرقام وهي 1 أو 2 أو 4 أو 5، ويشير رقم 1 إلى أن هذا النوع من البلاستيك أعيد تدويره، وقد يؤدي إعادة استخدامه إلى تكون الجراثيم بداخله. أما رقم 2 فيعبر عن مادة البولي إيثيلين عالية الكثافة، وتستخدم في صناعة زجاجات الصابون والشامبو. ورقم 3 يشير إلى مادة بوليفينيل كلورايد، وهذه تستخدم في صناعة زجاجات الزيت، وتحتوي على مواد ملينة تتعارض مع الهرمونات وتسبب أمراض صحية. ورقم 4 تشير إلى أنها مصنوعة من مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة، وتستخدم في صناعة الأكياس البلاستيكية وتسبب الأضرار. ورقم 5 يشير إلى صناعتها من مادة بولي بروبيلين، والتي تصنع منها أكواب الزبادي وتعتبر آمنة للأطعمة الساخنة. ورقم 6 تشير إلى صناعتها من مادة بوليستيرين وتسبب أضرارا صحية. ورقم 7 تشير إلى صناعة لانشو بوكس من مادة بولي كربونات، وتحتوي الزجاجات المصنوعة منها على مادة PPA وتسبب مشاكل صحية بالقلب، لذا يفضل اختيار رقم 7 مدون عليها PPA free، أي خلوها من المادة الضارة. كما ينصح بتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة في التسوق لحفظ الأطعمة، لأن بعضها يحتوي على مواد سامة يمكن أن تتسرب إلى الطعام، لذا يجب استخدام الأكياس البلاستيكية المعدة لحفظ الطعام.